فضيلة الشيخ أسعد الله مساءك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. كيف أمورك؟ طمنا عنكم. الحمد لله، الله يكرمك. ما شاء الله، اليوم يوم جميل جدا في الحرم. الحمد لله، ربنا يتقبل. بانتظار الخطيب يصعد للمنبر. آمين يا رب. ماذا تقول لطلاب العلم والأخوان؟ ماذا تنصحهم؟ نقول لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ونسأل الله أن يحيينا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا عليها. إن ربي سميع الدعاء، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يهدينا جميعا، وأن يحسن خواتيمنا بمن الله وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله.